ما حكم تقليم الأظافر في الحج والشخص متلبس بالإحرام؟ تقليم الأظافر في الحج لا ينبغي، لأن ذلك من الترفه، والحج موضوعه أن يكون الإنسان أشعث أغبر، فلا ينبغي له أن يقلم أظافره. لا. وقد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، وأن ذلك حرام عليه، وأنه إذا قلم 3 أظفار فأكثر وجب عليه إما فدية يذبحها ويتصدق بها الفقراء، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما صيام 3 أيام. وعلى كل حال فلا ينبغي للمرء أن يعرض نفسه لمثل هذه الأمور التي هي موضع خلاف بين أهل العلم، والتي أجمع العلماء على أنه ينبغي، وأنه بل إنه من المشروع أن يتجنبها.